احب اشكر دايما هيئه التمريض والعاملين اللي بحنا تعبوا معانا النهارده الفتره اللي فاتت، بشكركم دايما. نحب نشكر طبعا عم عبد الهادي ونور المبروك، الحمد لله على السلامه. احنا طبعا كمان في زرع القاع يعني لازم العمل يتطلب ان احنا يبقى في مزيد من الجهد والنجاح ان شاء الله عشان نقدر نغطي المتطلبات للغرض اللي انشات منه بحنا. فكان العنوان الاساسي زي ما احنا بنحتفل النهارده بنجاح اول وحده، وهي بدايه مضيئه ان شاء الله في الطريق.